أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. وفي مقال جاء في المدى يشير الانسداد السياسي بعد انتخابات 2021 في العراق إلى فشل مزدوج لأطراف الأقلية الحاكمة في احتواء تداعيات احتجاجات تشرين الشعبية في 2019، فمن جهة فشل التيار الصدري الذي يقود التحالف الثلاثي في تحقيق أي تغيير في نهج المحاصصة الطائفية للنظام السياسي ولو بصورة شكلية ملحوظة تحت عنوان الأغلبية الوطنية لإرضاء جمهوره الذي تعاطف هو الآخر مع شعارات ثورة تشرين. ومن جهة أخرى فشلت القوى الشيعية التقليدية التي تقود الإطار التنسيقي وحلفائه في الإبقاء على هذا النهج والذي كان إلغاؤه من أهم مطالب ثورة تشرين، وهذا كله يدل على عدم قدرة النظام الطائفي الذي تأسس منذ 2003 على تجاوز استحقاقات ثورة تشرين التي كان إنجازها الأكبر هو الإعلان عن احتضار شرعية هذا النظام الفاسد وتحقيق صحوة نحو التغيير السياسي على الأقل في وعي الشباب والطبقة المتضررة والذين يؤلفون الغالبية المطلقة في المجتمع العراقي. هكذا يرى الكاتب فراس ناجي في مقال بصحيفة المدى. ما هي إذن احتمالات التغيير في ظل تفاقم الأزمات في الواقع العراقي المتصاحبة مع التجاهل التام لمطالب ثورة تشرين بتغيير النظام السياسي الذي تتقاسم فيه أقلية حاكمة مؤسسات الدولة ووارداتها بدعوى احتكارها لتمثيل طوائفها؟ وكيف يمكن للقوى الوطنية أن توظف هذا الانسداد السياسي لتحقيق التغيير المنشود؟ لقد نجحت احتجاجات تشرين في فترتها الأولى في تحشيد الدعم الجماهيري والإسناد المجتمعي لمشروعها في تغيير الطبقة الحاكمة ونظامها السياسي تحت شعاري نازل آخذ حقي ونريد وطن، من أجل تحقيق أهداف عامة تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية ودعم سيادة الدولة وتعزيز الهوية الوطنية، إلا أن هذا المشروع كان لا يزال في حالته الجنينية بدون منظومة سياسية أو برنامج واضح لتحقيق هذه الأهداف. كل هذا أدى إلى فشل انتخابات عام 2021 النيابية المبكرة في إحداث أي تغيير مهم، سواء في التمثيل المعتبر لقوى جديدة تمثل الحركة الاحتجاجية أو قريبة منها في البرلمان، أو في آليات ومنهجية للعملية السياسية. وبهذا تم تضييع فرصة كانت سانحة لتحقيق التغيير التدريجي للنظام السياسي العراقي المأزوم باتجاه حل المعضلات المتجذرة فيه، ما أدى إلى انسداد أي أفق للتغيير السياسي على الرغم من تفاقم الأزمات في الواقع العراقي وإقرار جميع الفرقاء بعبثية الاستمرار بهذا النظام السياسي. ويضيف الكاتب فراس ناجي أن الانسداد الحالي في المشهد السياسي العراقي اليوم لا يدل فقط على فشل أحزاب السلطة في إدارة الحكم في البلاد وفي معالجة الأزمات المتفاقمة فيه، بل هو مؤشر على عجز النظام السياسي في الاستجابة لمطالب الجماهيرية التي تزداد حدة وبوتيرة انفجارية أشد يوما بعد آخر. يقول: لقد انغلق هذا النظام على نفسه ولم يعد قادرا على إجراء التعديلات اللازمة المطلوبة لفك هذا الانغلاق ومواكبة التغييرات المجتمعية، كذلك إذ أضحت مأسسة حركة الاحتجاج واستيعابها عبر التغيير السياسي التدريجي فرصة منتهية الصلاحية. في مثل هكذا انغلاق سياسي تصبح تجربة المجتمع العراقي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والتي أفضت إلى تأسيس النظام الجمهوري عبر ثورة 14 من تموز عام 1958، الأنموذج الذي يمكن أن يقدم المقاربة الأكثر ملائمة، خاصة عند اعتبار التناظر بين الانغلاق في النظام السياسي الملكي على نفسه قبل الثورة والوضع الحالي، وعجزه عن تلبية مطالب أغلبية المجتمع العراقي حينها في التغيير السياسي.
ومن دون الخوض في الجدل واللغط الذي غالبا ما يصاحب عملية تقييم ما أنجزته ثورة 14 من تموز، يمكننا أن نستلهم من هذه التجربة أبعادا إيجابية مهمة بوصفها عملية تغيير سياسي جذري عبر إرادة عراقية وفق برنامج لمشروع وطني أسست له نخبة ثقافية عراقية وتبنته قوى سياسية متباينة وبدعم جماهيري وشعبي كبير. إن تحقيق برنامج وطني مهيمن ثقافيا على المجال العام يمكن أن يمثل نوعا من الضمانة ضد اختطاف الحكام المستبدين لعملية التغيير الشامل أو الفوضى التي غالبا ما تصاحبها، لكن هكذا تغيير له شروطه ومخاطره أيضا. فالمشروع الوطني ينبغي أن يقدم حلولا ومعالجات تمس جوهر الأزمات السياسية في العراق، ويمثل البديل الواقعي لنظام المحاصصة الطائفية الذي أدى إلى الانغلاق السياسي الحالي. كما أن هذا المشروع يجب أن يكون العمود الفقري لجبهة وطنية سياسية عريضة مدعومة من حركة الاحتجاج التشرينية، بما يمكن أن يشكل الضغط الشعبي المطلوب للتغلب على نفوذ وسلطة الأقلية الحاكمة نحو إنجاز عملية التغيير السياسي. كذلك فإن تفاقم حالة الانغلاق السياسي بدون آفاق واضحة للتغيير يمكن أن يزيد من احتمالات الذهاب إلى المجهول وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية ذات الشرعية القاصرة، مع ما يصاحب ذلك من حلقة مفرغة من العنف والفوضى والتدمير. تصفحنا في المدى ونقرأ مقالا للكاتب واثق الجابري نشره موقع كتابات، جاء فيه: يقول المثل الشعبي ناس تاكل دجاج وناس تتلقى العجاج، ويضرب للاختلاف بين الناس، ومنهم من يعيش الرفاهية في حياته على حساب الشقاء الآخر، وأحيانا يقال عن اختلاف الحظوظ إلا أنها ليست عامل أساس في مقياس الفرص التي يعرقلها ظلم الإنسان للإنسان أو كفران بالنعم الموجودة بعدم استثمارها. المثل هذا يتحدث عن التوزيع الطبقي بين أفراد المجتمع ويقسمهم إلى فقراء وأغنياء، منهم من يأكل الدجاج عندما كان غالي الثمن، وآخر بين أجير جهوده تذهب سدى لغيره كالإقطاع الذي يأخذ الفلاح بالسخرة أو أقل من ربع أجره، أو من لا يجد حتى هذه الفرصة أصلاً، والمعادلة الظالمة. ودائماً ما تذكرنا كتب التاريخ بالإمبراطور والقائد والملك الذي يجلس في قصور تخلد باسمه عبر التاريخ، وهي مبنية على أكتاف الفقراء والمساكين كما يحدث اليوم في العراق. تعرض العراق إلى موجات متتالية من العواصف الترابية نتيجة طبيعته شبه الصحراوية وأتربته التي يستنشقها الفقير في منزل لا يقيه من الأتربة والأمطار وحرارة الصيف، في وقت تزاحمت بيوت المدن واكتظت بالسكان وتحولت إلى مساكن صغيرة لا تناسب العيش. بين حاجة السكن وغلاء العقارات والبحث عن فرص عمل وخدمات أفضل، بينما 80% من الأراضي مملوكة للدولة وصحاري تمتد بين المدن تحتاج إلى استثمار زراعي ومن الممكن توزيعها كمقاطعات زراعية مع توفير مستلزمات القروض وتنظيم المياه وخطط لتنويع المنتج المحلي وتكافؤ الفرص. تزايدت الأتربة في السنوات الأخيرة نتيجة الزحف على المناطق الخضراء في المدن وتحويل آلاف البساتين إلى مساكن دون وجود حلول واقعية بتوزيع أراض بعيدة عن التأثير على البيئة أو التفكير بإحاطة المدن بالتشجير، إضافة إلى شح الأمطار الذي لم يقابله خطط لخزن المياه والأراضي الواسعة المتصحرة قابلتها عقول سياسية متصحرة. كان من الممكن تجاوز التصحر بخطط استراتيجية ودراسة كل الإمكانيات التي من خلالها تجاوز شح الأمطار أو موجات الغبار بالأحزمة الخضراء التي تحيط بالمدن، أو الاستثمار الزراعي للصحاري الواسعة. لا يمكن علاج التصحر وموجات الغبار دون معالجة تصحر عقول بعض الساسة الذين خلت عقولهم سوى بالتفكير بالمصالح الفئوية والشخصية. نصفح في النيويورك تايمز، علقت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لمراسلها في بيروت بن هابارد
على نتائج الانتخابات البرلمانية المؤخرة في لبنان بأنها أزاحت عددا من الأحجار في النظام القديم، لكنها لم تؤدي لنتائج تسمح بعملية إصلاح شاملة واضحة في هذا البلد الصغير الذي يعاني على البحر المتوسط. وقال إن حزب الله الجماعة اللبنانية المسلحة خسرت مقاعد في كتلتها بشكل يحرمها الأغلبية في البرلمان الذي انتخب فيه 128 مرشحا، فقد حرم الناخبون الجماعة المتشددة وحلفائها كذلك السياسيين من الغالبية في البرلمان ودفعوا بعدد من المرشحين المستقلين. وكانت الانتخابات التي نظمت يوم الأحد هي الأولى التي رد فيها الناخبون وبشكل رسمي على أداء قادتهم منذ بداية الأزمة المالية التي أفقدت العملة الوطنية قيمتها ودفعت اقتصاد لبنان نحو الانهيار، وهي الأولى منذ الانفجار الضخم في ميناء بيروت بآب أغسطس عام 2020 والذي ربط بسوء الإدارة والفساد وقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مناطق واسعة من العاصمة. وأشارت الصحيفة لمشاركة الأحزاب المعروفة والوجوه التي هيمنت على الساحة السياسية، إضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة التي وعدت بالتغيير. وسيواجه النواب الجدد مشكلة صعبة لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ تساعد على وقف أزمة الاقتصاد التي وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ قرن ونصف. ويقول بن غبارد إن الخريطة البرلمانية ستتضح مع تشكيل التحالفات وبدء التشريعات، وما هو واضح في نتائج انتخابات الأحد هي أنها حرمت حزب الله وحلفائه من الأغلبية التي تمتعوا بها منذ عام 2018، وستعقد النتيجة من أوضاع لبنان السياسية، فعدم حصول كتلة على الغالبية سيجعل من تمرير القرارات مشكلة، وبخاصة تلك المتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ الاقتصاد. نواصل التصفح في الصحف العالمية تحت عنوان كل العيون على أوكرانيا لكن هناك أزمة أخرى تتخمر في إيران. نشر صحيفة واشنطن بوست مقالا لكارل بيلدت رئيس الوزراء السويدي السابق وخافير سولانا الأمين العام السابق لحلف الناتو وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سابقا، قال فيه إن اندلاع الحرب الأوكرانية في قلب أوروبا يجب ألا يعمي النظر عن نقطة ساخنة مهمة جدا تهدد الأمن الأوروبي، إيران وبرنامجها النووي الذي يتوسع يوما بعد آخر. قام أنريكو مورا منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات الصفقة النووية بزيارة إيران ومحاولة إنقاذ الاتفاقية التي علقت بالرمال المتحركة في كل من واشنطن وطهران. ومرر الكونغرس بداية الشهر الحالي مشروع قرار وافق عليه حزب بايدن وأكد على ضرورة شمل أي اتفاق جديد مع إيران نشاطاتها غير المتعلقة بالبرنامج النووي. وفي طهران بدأت الشهية للاتفاقية تخف في وقت بدأ فيه الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي بالتفاخر حول زيادة معدلات إنتاج النفط منذ توليه السلطة في آب أغسطس الماضي وبرغم العقوبات الأمريكية. ويرى الكاتبان أن المفاوضات حول جوهر الصفقة قد اكتملت إلى أن الأوروبيين يحاولون كسر الجمود في موضوع لا يزال يشوش على كل ما تم تحقيقه، وهو تصنيف أمريكا للحرس الثوري كمنظمة إرهابية. ويعلق الكاتبان أن هذا التصنيف رمزي ولن يؤثر من قريب أو بعيد على الخلاف بشأن البرنامج النووي، وستكون حماقة لو سمحت طهران وواشنطن للمواقف الأيديولوجية المحلية بتخريب صفقة نووية نجت وبرغم المعوقات طوال فترة حكم دونالد ترامب. ويعلق الكاتبان بالقول إن كون بايدن رئيساً نجحت في عهد إدارته جهود احتواء إيران سيكون دفعة له وللحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2024، كما أن نزعة طهران المحاربة تظل مشكلة، ففي الوقت الذي يتباغى فيه رئيسي بزيادة معدلات إنتاج النفط لا تزال فيه إيران تتعرض لضغوط اقتصادية، إلى أن سجن أوروبيين بطريقة ظالمة وحتى أثناء زيارة مورا يعتبر إهانة للأوروبيين.
وكل هذه المشاكل ستصبح عصية على الحل لو تعاملت أوروبا والولايات المتحدة مع إيران متحررة من قيود اتفاق يحد من نشاطاتها النووية. نواصل مشاهدينا الكرام. نشر موقع بوليتيكو تقريرا للصحفية ستيفاني ليختنشتاين، قالت فيه إن إيران أبدت استعدادها التام لإعادة فتح المحادثات النووية المتوقعة خلال يومين من الاجتماعات الأسبوع الماضي في طهران تحديدا، لكنها لم تتخلى عن مطلبها النهائي الرئيس الذي يعطل الاتفاق. وأشار الموقع من جانبه إلى أن المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي المنسق للمحادثات النووية هذه إنرجي مورا سافر فورا إلى إيران في محاولة منه للتغلب على الجمود الذي دام 7 أسابيع تماما في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى الغربية. وقال مسؤولون غربيون كبار للموقع إن المناقشات التي امتدت يومي الأربعاء والخميس أحدثت تقدما جديدا، لكن الاتفاق ظل بعيدا عن التأكيد، حيث يحاول المفاوضون إيجاد طريقة لإحياء اتفاق عام 2015 الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. ووفق المسؤولين فإن مورا نقل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة قد تناقش موضوع الحرس الثوري الإيراني، ولكن فقط بعد التوصل إلى تسوية في المحادثات النووية. وتتوقف محادثات الإحياء الآن على المطالب الإيرانية بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ولفت موقع بوليتيكو إلى أن إيران لم تتراجع عن طلبها، لكنها أشارت إلى أنها مستعدة لاستئناف المحادثات حول مواضيع لا تتعلق بالحرس الثوري الإيراني، وقد تقدم مطالب بديلة محتملة لطلب رفع الاسم من قائمة المنظمات الإرهابية. وتعد قضية تسمية الإرهاب آخر نقطة خلاف رئيسة في المحادثات، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة عملياً على نص الاتفاق باستثناء نقطتين ثانويتين أسماهما المسؤولون الغربيون القضايا الفنية المتعلقة برفع العقوبات والتي ينبغي حلها بسرعة إلى حد ما. وفي أخبارنا المنوعة، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستصدر فقط شحنات القمح المتعاقد عليها مع المستوردين والتي كانت تنتظر إجراءات التخليص الجمركي عبر الحدود. جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الهندية بعد أيام قليلة من إعلانها حظر تصدير القمح بمختلف أنواعه إلى حين استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وبحسب البيان سيتم تصدير القمح المتعاقد عليه قبل تاريخ 13 من مايو آيار الجاري، بحيث كان ينتظر موافقات التخليص الجمركي عبر الحدود. ومطلع الشهر الماضي تماماً أعلنت الهند أنها ستصدر كميات استثنائية من القمح هذا الموسم، لكنها تراجعت وحظرت التصدير بعد ظهور أزمة تذبذب وفرة القمح في السوق المحلية نتج عنه ارتفاع الأسعار. وأشارت أن مصر ستكون من بين الدول التي سيصدر إليها القمح، إذ تعد القاهرة أكبر مستوردي القمح حول العالم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.